السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مثل ما تعرفون هذا ثالث فيديو لي بالقناة وان شاء الله نوصل الالاف. اول ما تشوف قناتي سوي لي اشتراك بالقناة وفعل زر الجرس. اليوم جيناكم بفيديو، الفيديو هو ردة فعل على بعض المقاطع اللي بالتيك توك مثل ما انتم طلبتوا مني. ما نطول عليكم حبايب قلبي، خلينا نروح الحلقة ونشوف ردات فعلنا على بعض المقاطع اللي بالتيك توك. وخلينا نبدأ باول مقطع. المقطع الاول عندنا نور، خلينا نشوف فيديوهات نور. طبعا والله فنانة بسلو موشن خاصة، يعني فيديوهاتها نار كلش مبدعة نار. الفيديو الثاني الشاب مصري اسمه شريف، طبعا عنده حركة بسلو موشن وحركة بالفيديوهات خنفشارية. خلينا نشوف فيديو. كلش مبدع بهاي السوالف، يعني صار عنده لا إرادية. كلش تعجبني فيديوهاته. طبعا هذا الفيديو الشاب كلش يحبوه البنات لان دائما يحكي عليهم يخصف بيهم. خلي نشوفه من وين. بعض البنات النهار كله نايمه وتقعد قبل الفطور بخمس دقائق. ابد ما يقصد البنات، طبعا ابد ما يقصد البنات. اي حبيبتي تعالي اذني. عندك هذا الفيديو يعني شو اقول لكم، ملك السو موشن، مو ملك يعني، اكو ناس مبدعين بس كلش مبدع. خلي نشوفه. يعني هو كشكل انيق ولبس مرتب وفيديوهات مالته كلش حلوه، عنده فيديوهات ويا ابوه يعني كلش حلوه تعجب. اكيد شايفينه 10/10 ماكو اي غلطه. الفيديو اللي بعده الشخص يعني تعرفون قصه فطوم ما فطوم، خلينا نشوف منو هذا الشخص. مساء المطر عبودي. طبعا هذا كلامه بس ضحك، عبارة عن ضحك بس ضحك والله. كانت تشك فراش، كانوا الجهال مخلين صينيين ياكلون يتغدون لان الجهال ما صايمين، فعثرت بالفراش وقعت بالصينية بالصدفة وبالغلط، وقعت تفاحتين على قتلتهن، وطبعا ما ادري بيهن، وبعد شنو فخذ ما ادري. لا ما يدري قرصة خبز وقلاص ما يدري، وخمس تمرات لو خمسة لو ست تمرات جدا شاي. يعني انا بهيج حاله فطرت او لا وانا ما ادري، يعني هن كلهم لا اكيد ما فطرت. فطر انت شو تقولون فطر؟ انا اقول ما فطر. لا بالصدفه كلنا كعتل، فانا هنا بهاي الحاله انا فطرت لو لا اتمنى تنصحوني. لا انا ما اقول ما فاطر، وانت شو تقولون؟ وبعدني جوعان والله. يعني سينما. طبعا هذا الفيديو الواحد ملك الاكشن والدراما، يعني اعتقد من وجهة نظري اللي شفته حاليا ملك الدراما والاكشن هو مصري. خلينا نشوف، اكيد شايفين انتو. نار والله نار يعني بالدراما مالته والاكشن نار. ملك الاكشن هذا الشخص، ولا غلطة. طبعا والله فد عنده يعني عنده مقاطع غير كلش حلوة، يعني يستاهل النجومية والله، يعني اكشن مالته لا ارادي يعني فد شي. المقطع هذا اكيد تعرفون سحيلة وتعرفون محمد وتعرفون ام محمد، اكيد يعني عرفتوهم. خلي نشوف. محمد ترى اليوم ما في سحور، ها شوف لك اي شيء بالمطبخ واكله. افكاره جهنمية والله، افكاره غير جهنمية. ما سويت سحور؟ ما عليه بس اليوم. يعني اليوم الصام بيسه وما سووا. Wait a damn minute. راح بيها الولد. هذا الفيديو اللي هسه حطه الشاب سوري اسمه نور مار، اكيد كلكم تعرفوه او سامعين بي. طبعا هذا الشخص كلش يعني له تحيه نوجه له، لان هذا الشخص تعب على نفسه وقدم اشياء كلش حتى يوصل اللي هسه هو واصل عليه، ونقول له عاش تيدك يا بطل. فعلا شاب مبدع، يعني افكار كلش حلوه وتصويره وكل شيء بيه، يعني هو يتعب على نفسه حتى يوصل، يعني 10/10 والله يستاهل. الفيديو الاخير هم اعتقدهم شاب سوري، حماده شوادي.
اللي هسه اكل الساحه او استحل الساحه بالاغاني مالته اللي حاليا هي اللي ترند الضاربه هسه بالساحه. فعلا انه هو هم يعني كمان يعني تعب على حاله ووصل لهاي المرحله هسه هو بيها، اكيد بعد مجهود كبير بذله، اكيد مو ببلاش جاي المجهود. فعلا انه صوته يستاهل اكثر من هذا الموضوع، يستاهل اكثر من هسه اللي هو بيه، اقسم بالله يعني يستاهل هواي، لان مبدع مبدع ودا يتعب على نفسه هواي. فالف تحيه له همينه. لهنا حبايب قلبي وصلنا لنهايه الحلقه، وان شاء الله تكون عجبتكم اليوم الحلقه. مثل ما تعرفون بهاي الفتره احنا نقدم اشياء كلش بسيطه يعني كبدايه للقناه، وان شاء الله ان شاء الله اوعدكم وعد ان شاء الله بالايام الجايه راح تشوفون اشياء كلش حلوه، وحاليا نصور لكم اشياء هم حلوه كلش. بس حاليا هاي الفتره ننزل اشياء كلش بسيطه لان حتى شويه القناه تتفاعل، لان مثل ما تعرفون القناه جديده. فان شاء الله ان شاء الله تصعد القناه، واذا عجبتكم الحلقه هاي خلوا لي لايك وسووا اشتراك وسووا شير للقناه. احبكم، باي باي.